في الحقيقة كمان بنتكلم على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العالمين، واللي بيستضيف حفل لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وده ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده في الثامنة من مساء بكرة إن شاء الله. للمزيد حول هذه الفعالية بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ ياسر عثمان، مدرب فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية. يا مساء الفل عليك. مساء الفل على حضرتك. يعني فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فن اسكندراني. تمام. احكي لنا كده عنه أكتر. احنا طبعا فرقة الإسكندرية بنمثل طبعا كل شيء في الإسكندرية، بنمثل صيادين إسكندرية، بنمثل العمال المراكب، تصنيع المراكب، الغزل الإسكندراني، الشباب، البنات، بنات الأنفوشي. ايه بنات الأنفوشي بقى، احكي لنا أكتر. لا بنات الأنفوشي الدلع بقى، الخفة، الملاية، اللبس المختلف، صح، اللبس، الخلخال، بيبقى ليها رونق وليها شكل. بنت الأنفوشي دي بتبقى ليها شكل كده مختلف. طيب الفعاليات او يعني الحفله بكره ان شاء الله، انتوا هتقدموا فيها ايه؟ جمهور العالمين يستنى ايه منكم؟ احنا بكره باذن الله هنقدم غمزه اسكندراني، هنقدم كامب شيزار، دي منطقه في اسكندريه مشهوره طبعا. بيبقى فيها دلع بقى البنات ومعاكسه الشباب، ميكس كده عاملينه حاجه كويسه كده، و ويا رب نسعد بس جمهور العالمين. احنا ده الموسم ده الثاني على التوالي، ودي رابع فعاليه بنعملها هذا الموسم. رابع فعاليه في الموسم ده. اه طب احكي لي بقى عن تفاعل الجمهور في الثلاث فعاليات اللي فاتوا. لا طبعا الجمهور السنه دي مختلف 180 درجه عن السنه اللي فاتت. طبعا السنه اللي فاتت ما كانش لسه الناس عرفت ان في فعاليات، كان لسه المدينه لسه مفتتحه، فكان الجمهور والعدد الناس كانت اقل. لا السنه دي بقى عشان الدعايه وشركه المتحده عامله شغل جامد السنه دي، فتغطيات اعلاميه في كل حته، تغطيات اعلاميه مع المدربين، مع الفرق، مع نقل الفعاليات، في دي عملت رواج ومشاهدات كتير لمدينه العالمين. ده دور الإعلام في الحقيقة، لازم الإعلام يسلط الضوء طول الوقت على الفعاليات الإيجابية اللي بتحصل في بلدنا، ده دورنا يعني في الأول وفي الآخر. وخليني أقول إن المهرجان بيتكلم عن نفسه ومسوق لنفسه، إنه الفعاليات المختلفة دي كلها اللي بيشهدها المهرجان كل شوية وكل يوم، والإقبال الشديد اللي موجود عليه مخليه يتكلم عن نفسه. النهارده يمكن احنا شايفين على الشاشه دلوقتي الفعاليات الجميله اللي انتم بتقدموها، الرقص الجميل اللي يمكن كان على الممشى تقريبا، والناس ملمومه حواليكم. هل جالكم اجانب مثلا او ناس من دول مختلفه تسالكم عن نوع الفن ده، التراث ده منين؟ هل ده حصل؟ هو بعد قليل، هو لسه احنا نتمنى المهرجان ده يبقى دولي ونجيبوا فرقة دولية ويبقى الاحتكاك دولي ويبقى مهرجان عالمي زي المهرجانات اللي احنا بنروح نشاركوا فيها في الدول الأوروبية والدول العالمية. هو بالفعل يعني أكيد واصل لناس كتيرة جدا، ولاقين يمكن سياحة عربية وأجنبية كمان بترتاد على المهرجان. بنشكرك الأستاذ ياسر عثمان، مدرب فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، ودي كانت من الحاجات الجميلة قوي كمان اللي موجودة في المهرجان.